نعم. وانت شفت يعني التحركات، هم اهل المنطقه اعطوا طابع للسياسيين وطاعوا للاعلام فد رساله، رفضوا استقبال الوزيره ورفضوا مع مجيء ريان الى الفاتحه مع رئيس الجمهوريه، سمحوا لرئيس الجمهوريه يدخل قاعة العزاء وما سمحوا ريان يدخل قاعة العزاء، مما اضطره أن ينسحب ويذهب إلى المقبرة. يعني عملوا له فد يعني فد بروباغندا إعلامية حتى لا يعني يقللون من قيمته يعني. على كل حال أنا ما استقد أحكي ضد أحد أو مع أحد. لا هاي حقائق. أنا حقائق هاي سجلات. هذا الدعم لريان الكلداني السياسي. هم نحن بالبداية إذا تجي على كيف وجد بالحشد الشعبي، هو وجد بالحشد الشعبي ليس كمقاتل وما معتمدين عليه كمقاتل أو يحرر الموصل أو المناطق، لا. هاي المناطق كلها حررها الجيش ومكافحة الإرهاب ومع بالتعاون مع البيشمركة والقوات الأمنية الرسمية والحشد الشعبي، ما تحررت يعني من جهة معينة. هذا جابوا للحشد الشعبي ينطون للإعلام العالمي أنه هذا الحشد بينه مسيحيين لا أكثر ولا